قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث صحيح عند الإمام البخاري والإمام مسلم. وصلة الرحم طبعا تقطعت في هذا الزمان كثيرا، وإن لله وإنا إليه راجعون. ولكن يا أخوانا لو كان الرحم دي مؤذي والإنسان هيتأذي منه أذى شديد مش أذى طبيعي، ففي الحالة دي ممكن يصلهم يعني يشوفهم يقوم يقول له ازيك عامل ايه وخلاص. انما افرض مثلا واحد بيصل رحمه هيلبسوه في قضية هيتهموه تهمة هو مش عاملها، يبقى في الحالة دي يبعد ولكن يصل وهو بعيد، يعني يشوفهم في مسجد في مناسبة في أي حاجة يسلم عليهم وبس حتى لا يؤذى. وانتوا بتشوفوا في الزمن ده الجرائم بقت عاملة ازاي بسبب القرايب والجيران إلى آخره. فالحالة اللي هي في الحالة ده هياني اللي توصل للأذية لدخول السجن والعياذ بالله والقتل بسبب صلة الرحم والخيانة الزوجية والحاجات دي كلهتها، يبقى في الحالة دي الإنسان يعاملهم معاملة سلام سلام من بعيد وبس. والله أعلى وأعلم، وأنا قرأت بحث كتير في الموضوع ده، والله أعلى وأعلم.